للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور إلى هذه الجولة الإخبارية، ما أهمية انعقاد هذا المؤتمر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. يعني هذا يأتي في سياق النشاطات العلمية التي تقوم بها هيئة علماء المسلمين في العراق في جوانب متعددة وموضوعات كثيرة تهم العالم الإسلامي، وعلم المقاصد اليوم له تأثير كبير جدا في إيضاح صورة الإسلام والمقصود من النصوص الشرعية الإسلامية بإيقاعها وتطبيقها على الوقائع المستجدة، ولا سيما أن الإسلام في هذا الظرف والسنين الأخيرة يتعرض إلى هجمات كبيرة جدا لتشويهه عبر تأويل نصوص إسلامية، نصوص القرآن والسنة وأقوال الفقهاء، تحريفها بعيدا عن المقصد من تلك التشريعات وما يريده الشارع من تلك النصوص. لذلك يأتي هذا الموضوع، موضوع المقاصد، ضمن سلسلة جهود علمية كبيرة تقوم بها الهيئة في عدة إطارات لتركيز على هذا العلم وتوضيحه في هذه الجوانب العلمية. نعم دكتور، ما أبرز الأوراق البحثية التي طرحت في المؤتمر؟ المؤتمر في يومين، واليوم الأول فيه جلستان، وغدا إن شاء الله يوم الثلاثاء ستكون هناك جلستان كذلك. الآن قبل ثواني معدودة وأنا أنتظر على الهاتف معكم، رفعت الآن الجلسة الثانية لهذا اليوم، وقد ذكرت أو عرضت في هذا اليوم في الجلستين 8 أوراق بحثية كلها تتعلق أو بجملتها تتعلق على المقاصد، لكن فيها جوانب نظرية مثل تعريف هذا العلم وغاياته. ثم هنالك بعض الأوراق لها علاقة ببعض العلوم الشرعية، أنه هل علاقة هذا بالقرآن، علاقته بالفقه، وهنالك قضايا أو أوراق بحثية مهمة معاصرة، يعني لا سيما أن هنالك ورقة بعنوان الاجتهاد المقاصدي وقضايا العصر، أو الاجتهاد المقاصدي ووحدة الأمة التي قدمها محمد قرماز، وأيضا المقاصد ودوره في ترسيخ التعايش السلمي. هذه بالجملة بعض الأوراق. نعم، ما هي النتائج المرجوة من انعقاد هذا المؤتمر؟ يعني بالتأكيد هو هنالك يعني مقاصد أيضا من علم أو من مؤتمر المقاصد هذا، وهو إيضاح أو وضع ركيزة أساسية علمية في هذا العلم وانطلاق العلماء من هذه النقطة للبناء على هذه النقاط أو الأوراق البحثية التي يقدمها الباحثون لاستنباط مقاصد شرعية عملية في مختلف قضايا الشريعة. نعم دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.